انا كنت واحد يعني دوك الناس اللي كيفكروا يرجعوا يخدموا في المغرب ديالهم. وسيم شروط من مدينه الناظور، كنتابع فورماسيون ديالي في الكتريسيتي الباتيمون. كنت واخا خارج البلاد ولكن ماشي بوغ سانستالي بوغ دو بون، يعني غنمشي ناخذ شي ثقافه ولا شي حاجه، مي على فاغ خصني نرجع هنا لبلادي باش ندير ان بروجي ولا بحال دابا تحدث لي هذا الباب باش درت فورماسيون. كاين واحد لافونتاج اللي عطاو لينا في الجمعيه هو انه على فان اي واحد كاين داك البروجي ديال اوتو انتربرونور، يعني داكشي فاش كنفكر، يعني كناخذ الدبلوم ديالي ان شاء الله وغندير بروجي ديالي بوحدي ونقدر نخدم معايا واحد جوج ولا ثلاثه ديال مي كوليك اللي راهم معايا في الفورماسيون. او ديبار فاش نعرف فاش جينا نقراو هنا لا بلوبار دو تون كان عندهم داك في الراس حنايا اون فين فورماسيون بور بارتيغ، ولكن بدلت ليهم الحمد لله بدلت ليهم داك لا مونتاليتي. علاش؟ لانه بزاف ديال الناس هنا كيمشيو لاوروبا كيتكرفصوا كيسحب لهم باللي راه غيمشي غيلقى لا بيل في راه كلشي كاين. اولا بنادم خص يكون هنا في بلادو يفورمي راسو، يدير شي ديبلوم، يقرا اللغه، يتجوج باغابوغ كاسكيتا دون سيرفو.